واحد بيقول أرجو من قداستك أن تحدثني عن المطهر ولو في إيجاز. أنا طلعت لكم كتاب عن المطهر، كتاب بحال تقدر تقراه. المطهر عقيدة كاثوليكية بيفتكروا أن الإنسان لما يخطئ خطايا بعد الموت يروح فترة عذاب في المطهر لغاية لما يتلقى من تلك الخطايا ويرجع تاني. طبعا الكلام ده ضد تعليم الكتاب المقدس. اقرأ الكتاب اللي انا عمله لكم عن المطهر.